諦めろって。お前はこの世界じゃ何もできやしない。何もかも諦めない。السلام عليكم، معكم قناة أنمي سبيس في سلسلة جديدة ألا وهي تقريرات الأنمي. وتقرير اليوم عن أنمي بلاك كلوفر، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هي مانجا يابانية من رسم وتأليف يوكي تاباتا، بدأ نشرها في مجلة شونين جامب الأسبوعية عام 2015، واقتبست إلى أنمي تلفزيوني في 3 أكتوبر عام 2017. تدور أحداث القصة عن طفلان اليتيمان اللذان يعيشان في كنيسة، أستا الفتى الصاخب ويونو الفتى الهادئ. تبدأ القصة عندما يقرر أستا أن يصبح إمبراطور السحر، والذي شاطره في هذا الحلم أيضا يونو. ولكن المشكلة أن أستا لا يستطيع استخدام السحر، ولكن لم ييأس من ذلك، بل وحاول بشتى الطرق أن يحفز السحر ولكن لا جدوى، فذهب يتدرب حتى أصبح مفتول العضلات. في المقابل يونو الذي يستخدم سحر الرياح بمهارة، وعندما أتم 15 عاما ذهب ليأخذ كتابة عويذ. لكن حدث شيء غريب، أستا لم يحصل على كتاب. في المقابل يونو حصل على كتاب النفل الرباعية الذي هو أقوى نوع من الكتب. ففي ظروف غامضة يحصل أستا على كتاب النفل الخماسية الذي هو فريد من نوعه، لكن يسكنه شيطان. الآن اكتسب أستا سيف يمتلك قوة إلغاء السحر، فيذهب إلى العاصمة ليصبح فرسان سحر ليتدرج في المناصب ويصبح أحدهما إمبراطور السحر. هذا الأنمي تصنيفه أكشن سحر فانتازيا كوميديا شونين وخيال، وهو من إنتاج استوديو بيروت الذي عمل على إنتاج أنمي ناروتو وأنمي كينجدوم. تصنيف الفئة العمرية 13 فما فوق، ومخرج الأنمي هو مخرج معروف تاكاشي نوتو. أما بالنسبة للكاتب فهو يوكي فودياسو. أما عن مؤدي صوت الشخصية الرئيسية فهو كاجيوارا جاكوتو الذي أدى صوت شخصية شينيرا من أنمي الإطفائيين، ومؤدي صوت شخصية يونو هو شيمازاكي الذي أدى صوت شخصية شينجامي من أنمي فصل الإغتيال. وتقييم هذا الأنمي على ماي أنمي ليست هو 7.22 من 10. ويعتبر هذا الأنمي من أنميات الشونين الصاعدة، وأنا أرشح هذا الأنمي لأن أركاته رائعة وغموضه في كشف الأسرار والقتالات، فأنا لا أعلم لماذا تنتظر. اذهب وشاهدوا. وفي النهاية إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.